دكتور نسيت بس اخذك على اخر بوث ضروري جدا. احنا بالنسبه لنا احنا اخذين وكاله فولفو. اوكي فولفو الكتريك فيكل. الكتريك فيكل مش الايس كار. ما انا ما عندي ما ببيع ايس. اوكي بس انجن ببيع بس الكتريك فيكل. فهي عندك السي 40 في عندك السي سي اكس 40 كمان بدها تنزل. السياره فعلا كثير كثير رائعه كثير حلوه. مناسب طبعا للعائله. طبعا هي بتجي خليني بس اتاكد بالضبط بالنسبه لكم كيلو واط السياره. خليني بس اقول لك عليها. هون في عندك انت 330 170 كيلو واط. هاي بالنسبه للباور. اوكي السنجل سبيد بتمشي تقريبا في 500 كيلومتر. 500 كيلومتر في الشحنه الواحده. It's good enough. في شغله بدي اذكرها كثير مهمه كثير مهمه. نحن اليوم لما نحكي على سياره بتمشي 500 كيلو It's good enough عشان تفضل معك اسبوع. لانه احنا كل يوم بدنا نمشي ماكسيموم 100 ل 150. اوكي فعليا لما انت تقطع ال 150 كيلومتر حيفضل لك 350. حترجع انت على بيتك حتعمل توب اب مش حتستنى تخلص الشحن كلياته. فطريقه الشحن لو كان 7.4 كيلو وات It's good enough يكفيك لل 11 مور ذان انف كمان. فهي الاي في لفولفو تمام. هي تبعنا احنا الحمد لله وكالتنا اخذينها حصري بالمملكه العربيه السعوديه. سياره بصراحه كثير كثير حلوه ومرتبه وعائليه. اللي بعدها حتيجي كمان سي اكس 40 نازله كمان فتره ان شاء الله باذن الله. على كيو 1 على اول كيو 2 حتكون okay. موجوده بالمعارض. حتكون معرضنا اول معرض بالرياض ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعطيك الف عافيه. الله يعطيك الف عافيه يا مونز موفر. شكرا.